أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الحملة التنموية الشاملة إيد واحدة، وذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. تأتي حملة إيد واحدة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.